of individuals tonight. Scott McTominay, only his second Champions League start. You put a bit of trust in him. طب بيتكلم مع مورينيو على السؤال اللي بقول لحضراتكم عليه مشوار الفريق ايه؟ فمورينيو قال له ممكن تسمح لي بالحضن او كان اي هاج يو، فبالتالي حصل الموقف اللي حضراتكم شايفينه، ومورينيو كان سعيد جدا جدا، ودي اللقطه اللي اخذت او لفتت انتباه جميع انظار الصحافه العالميه، وكانت لقطه يعني طريفه وطيبه من جانب مورينيو اللي احنا عارفينه ان دايما عدو الصحافه او الصحافه مش بتحبه عشان خاطر تصريحاته او كلامه اللي بيكون قوي جدا وغروره اللي بيكون في شخصيته اللي احنا عارفين. لكن مورينيو يبقى من اهم المدربين او المديرين الفنيين العالميين اللي حقق ارقام قياسيه كبيره.